الدخان ويلعب بسلاحة مرتدة طويلة، تمشي ممتاز عن طريق الكاسترو، كاسترو يدخل على اليسار، يبعد على بيكي، يراوغ، مش ممكن، ممكن ممكن ممكن، والهدف الأول، الهدف الأول يا خيخون، سبورتينج يفتح باب التسجيل، مرة من هنا، سجل من هنا، دون من هنا، كتب اسمه هنا، بانالي يعشق الفريق الأحمر والأبيض وعشاق الحمراء والبيضاء، يهللون غير مصدقين أن السيناريو فيه 1-0 لناديهم لحبيبهم سبورتينج، 1-0 يا انيستا. إذا الهدف الأول عن طريق اللاعب بانال، بانال يتعدى بالدفاع، إذا مشكل كبير لما يغيب الأسد كارلس بويول، ولما لا تتوفر الدوبلور على مستوى التعويض لريكا بيدال في المحور، هذا المحور الثالث في تركيبة وفي فكر جوارديولا ما يتعداش، شفناه مع فريق البيتيس واليوم نشوفوه مع فريق سبورتينغ، تعدى بالاول، ابعد على ميليتو يضرب على يسار الحارس، شد عندك، سجل عندك، اكتب عندك، برصة الشيء، خيخون واحد، هدف ممتاز، هدف ملعوب، هدف جميل، في برشا فتنة، برشا قوة بدنية في الصراع، وبرشا سرعة من هذا الإصرار بانال على الإفس ببرشلونة. هدف الثاني عشر اللي يدخل مرمى الحارس فيكتور. استعد الدخول، ميسي ما يتعداش، ميسي ما يلقاهاش، ميسي يرجع ياخذ كرة، ميسي يرجع يعطي باس، الله على الإصرار يا فيا، والتعادل الكتالوني، معلم يا السفاح، إنه دراجولا العهد الجديد، دراجولا العهد الكتالوني، فيا يتعادل في الثمانين، الله على ميسي، الله من صناعة ميسي، الله على إصرار ميسي، الله على دفاع ميسي، الله على مداهمة ميسي، والله على اللوب يا فيا، هدف رائع، هدف جميل، برشا صنعة، برشا ذكاء، برشا قوة، برشا خبرة، الصناعة من ميسي يصنع الهدف الخامس عشر للبلاوغرانا هذا السيزون كأسيست، ملك التمرير، أعطيني الكرة كي فكها، ما تعطينيش كي خلصها، كي وصلها، كي استخلصها، كي لعبها، كي مررها، كي يوصلها، كي يسجل منها فيها، كويار ما يعمل شيء، كويار يتفرج كيفي وكيفك، كويار يعمل كيف على هدف من دافيد فيا، المرافية يرجع ويسجل، الهدف للتعادل 17 أم لا، في كورة من أوت، في كورة من تماس، ستعود للغة الأقدام للبرسا، من ميسي وضاعت، في لحظة انتهت، في مباراة انتهت، سبورتينغ ينهي رقم أسطوري لبرشلونة بعد المحطة 16، الليلة في المولينون بعد 8 هزايم ورا بعض، لسبورتينغ خيخون ضد البرسا، وبعد لغة سبتمبر إلى آخر أو أواسط فبراير.